للسنة التاسعة على التوالي وبالتعاون مع مكتب التعليم المسيحي في الأردن، أقامت جمعية دار الكتاب المقدس في عمان دورة تدريبية اشتملت على مسابقة دينية في إنجيل القديس يوحنا، تهدف إلى خلق جيل من الطلاب يكونوا قادرين على قراءة الإنجيل والبحث والتأمل فيه. وقد شارك في هذه الدورة التي أقيمت في المدارس الكاثوليكية بعمان معلمون وطلبة من 24 مدرسة من مدارس البطريركية اللاتينية في الأردن والراهبات الوردية والروم الكاثوليك، جاءوا من مختلف مناطق ومحافظات المملكة. وتضمن البرنامج مسابقة للطلبة للفئة العمرية بين 8 سنوات و16 سنة، حيث ستقام المسابقة النهائية في شهر أيار من العام الحالي بمشاركة أكبر عدد من المدارس في المملكة. اليوم التدريب هو خاص بالمدارس الكاثوليكية في المملكة. كثير فرحانين أنه في السنة هاي برضو عدد أكبر من المدارس اللي مشتركين في المسابقة. في كل عام بيشترك تقريبا ما بين 20 إلى 24 مدرسة من مدارسنا، وهي المسابقة جدا بنشعر أنه بأهميتها بالذات لطلابنا، لأنها بتشمل طلاب من صف الثالث وحتى الثانوي، وبتشجعهم على معرفة كلمة الله وعلى قراءتها. اليوم كان عندنا يوم تدريبي للمعلمات اللي هم المهم أنهم يفهموا بهذه المسابقة حتى يقوموا بتدريب الطلاب عندهم. عملنا شرح وافي عن إيش هدف المسابقة، إيش من لجنة التحكيم، الأعداد اللي لازم تدخل عنا، الفرق، الفئات، كل القوانين المختصة بالمسابقة، من علامات، من خصومات، من مكافآت. وصلناهم لمرحلة إنه يعرفوا بالضبط إيش هي المسابقة حتى يدربوا طلابهم مع هذا الشيء. هلأ رح نقوم بتدريب عملي عن كل نقطة مرينا فيها، رح ندربهم بشكل عملي على عمل الجهاز، على عمل تسجيل العلامات، على طريقة عمل الأسئلة، كيف إحنا بنعمل الأسئلة، حتى هم بدورهم مع طلابهم يقدروا ينفذوا هذا الشيء في مدارسهم. الفكرة هاي كتير حبيتها ووصلتها للطلاب، الطلاب حبوها وعم بيشاركوا بكل حماس فيها، لأنه فيها متعة وبنفس الوقت عم بيحفظوا كلمة، بيفهموا كلمة الله وبيحفظوها بطريقة سلسة. وغير هيك إنه في ناس، في طلاب بهذا الوقت بعيدين عن كلمة الله، إحنا بهاي الفرصة إن سمحت لنا إنه نخليهم يتعرفوا أكثر وأكثر على كلمة الله. السنة عندنا مشاركين من 21 ل 24 مدرسة. السنة هاي اللي مشاركين المدارس هم تقريبا دبل عن السنة الماضية، فهذا دليل إنه المدارس عم بتحب فكرة المسابقة، الطلاب عم بيحبوا فكرة المسابقة، إنه هي بتأملوا بيقدروا يبحثوا بالكتاب المقدس. هاي هي هدف المسابقة، إنه نخلق جيل من الطلاب قادر إنه يفتح الإنجيل يتأمل فيه، يقرأ، يبحث فيه. السنة نشكر الله عنا مشاركين كتير من الطلاب. المسابقة كل سنة عن سنة عم تتطور، كل سنة عن سنة عم بتزهر أكتر، بتنشهر بين مدارس. عنا السنة مشاركين من مدارس اللاتين، من مدارس الرهبات الوردية. السنة عنا كمان مشاركين من مدارس الروم الكاثوليك من مختلف أنحاء المملكة، شمال وجنوب ووسط. نتمنى من كل المدارس التوفيق، نتمنى فكرة المسابقة اللي هي توصل لطلابنا، توصل على الأهل، إنهم يكونوا كمان الأهل يقدروا يتأملوا ويقرأوا كمان بالكتاب المقدس مع طلابهم.